مرحبا يا أطفال، عمو يزيد يعطيكم موعد بحلقة جديدة من حصتكم المفضلة مع عمو يزيد. يوم 20 ديسمبر هو اليوم العالمي للتضامن الإنساني. سي لا جورني انترناسيونال دو لا سوليداريتي هومان. وكذلك هو اليوم العالمي للإنسانية. دو لومانيتي. والشاطر يعطينا الحل. فيها عبرة حكمة مثل. اليوم سنتعرف على شخصية محمد العيشاوي زوابي. ولد بتاريخ 23 جانفي 1929 ميلادي. سي مصطفى. إذن أحبائي كما وعدتكم رح نحكي لكم حكاية البطل المخدوع. نالا دخلوا. ها يا أطفال ورم الصور اللي كانوا هنا. شكون داهم؟ فيفي داتهم؟ فيفي هكا ورم الصور. نحبوا الرسومات بزاف. تحبي الرسومات هكا ياك نحافظوا على الأمانة. إذا أحبائي مادام أننا نتكلموا على الإنسانية وعلى الإعانات الإنسانية وكامل عمو يزيد لكم أغنية يقول فيها من غير الحب ما نرضى. من غير الحب ما نرضى. لا 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 ما نرضى. نكره ونحقد ونعادي. نخليها الدنيا فوضى. وانتم يا أحبائي إذا حبيتوا عمو يزيد يقرأ الرسائل تاعكم في البرنامج ما عليكم إلا ترسلونا عبر موقع الإنترنت عمو يزيد .com بالضغط على زرار آراء وملاحظات. عيد ميلادك أحلى عيد. تحب تحتفل بعيد ميلادك في حصة عمو يزيد؟ إذا أجمع 5 قسيمات من علب حليب رامي، ضعها في ظرف وارسلها على العنوان التالي. أجمل هدايا يهدولوا هيا نصفق ونغني. اكتشف التطبيق الخاص بحصة مع عمو يزيد. حمل التطبيق في البلاي ستور بكتابة عمو يزيد بالعربية أو باللاتينية. بعد التحميل والتفعيل اكتشف كل الحصص، كل الحفلات، كل اللقاءات الصحفية وأكثر. أحبائي الأطفال حصتكم المفضلة مع عمو يزيد تأتيكم مساء كل يوم ثلاثاء. ترقبونا، كونوا في الموعد.